أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري أن زيارته إلى محافظة ديالى تهدف إلى تأمين عدد من القضايا اللوجستية المهمة وتأمين المناطق التي حدثت فيها حوادث أمنية وإعادة النظر في كل تفاصيل الخطة الأمنية. صباح هذا اليوم زرنا قاطع عمليات ديالى وزرنا السيد المحافظ. السيد المحافظ مشكور أبدى استعداده لمساعدة القطاعات وتم تأمين عدد من القضايا اللوجستية المهمة. وزارة الداخلية وممثلة بفرقة رد السريع عمل كبير عمله وجهد هندسي كبير في المناطق اللي حصلت فيها الحادثة الأخيرة. الآن عمل واسع بإسناد طيران الجيش، قطاعات من فرقة الرد السريع تباشر بأعمال التطهير وأعمال هندسية خاصة بفتح الطرق، وراح يتم إعادة النظر بكل تفاصيل الخطة الأمنية في هذه. من جانبه قال محافظ ديالى مثنى التميمي أن هناك تنسيقا بين القوات الأمنية وإدارة المحافظة فيما يتعلق بالمناطق الرخوة أمنيا، مبينا أن الزيارات المتكررة من قبل القادة العسكريين كفيلة باستقرار الوضع الأمني في هذه المناطق. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بعد الحادث الجيزاني اهتمام السيد القائد العام للقوات المسلحة بالوضع الأمني في محافظة ديالى، كذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الأخوة في العمليات المشتركة، هذا الاهتمام حقيقة يعبر عن مدى اهتمام الجهات الأمنية في الوضع الأمني في محافظة ديالى. لذلك نعتقد اليوم العمل والجهد اللي تبذله العمليات المشتركة مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى هو كفيل بتأمين هذه المناطق وكفيل بحماية المواطنين. الجهد الكبير اللي تبذله هذه القوات إن شاء الله في تصاعد. هنالك تنسيق كبير ما بين العمليات المشتركة وإدارة المحافظة في تأمين قسم من المستلزمات الفنية للقوة اللي موجودة. أعتقد الزيارات المتكررة وبهذا الحجم هو كفيل بإدامة الوضع الأمني في هذه المنطقة، ونطمئن المواطنين الكرام بأنه الأجهزة الأمنية على استعداد كبير لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم من هذه العصابة، عصابة داعش.